السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان البراكي. النهاردة حبايبي هنكمل برضو كده في حلقات بقى التعقيم والمطهرات اللي أنا بقدمها، طبعا عشان اليومين دولت فيروس كورونا، فبحاول ان انا اعمل فيديوهات كده اهوت زي اللي انت تعقمي ايديكي، زي تعقمي برضو الارضيات، زي تعقمي برضو ادوات المطبخ عندك. عملت لكم كذا فيديو، ودلوقتي برضو هعمل معاكم برضو فيديو تاني. الفيديو ده اهوت هيبقى بقى ايه، هتبقى مضمضة، يعني غرغرة كده اهوت هتعمليها، يعني تتمضمضي بيها علشان ايه بقى كمان اي فيروس كمان يسيب يعني يعمل اصابة كده في الحنجرة. فطبعا الغرغرة دي اللي انت هتعمليها باتنين مكون بس، يعني هتموت اي فيروس يكون موجود ايه في الحنجرة، وقبل ما ينزل على الرئتين كده ويعمل التهاب رئوي. فان شاء الله كده اهوت يعني من اولها كده، اول ما تحسي كده بالتهاب كده في الحنجرة عندك، فهتبدأي انت تستخدمي يعني الغرغرة اللي انا هنعملها النهاردة اللي هي المضمضة ديت، تتغرغري بيها كده اهوت ايه يعني كذا مرة، مرتين ثلاثة كده في اليوم، هتموت لك اي فيروس موجود في قلب الحنجرة عندك واي التهابات انت حاسة بيه. طبعا التهابات بقى زي ما قلت لكم، اي يعني اي فيروس، يعني زي مثلا ممكن مثلا ايه، يعني حاسه باعراض برد كده داخل عليكي، فممكن برضو اي حاجه، اي تعب انت حاسه بيه هتستخدمي المضمضه ديت النهارده، هتقضي لك على اي فيروس هتموته نهائي. فنشوف مع بعض حبايبي، هي كمان بتبقى نسب، يعني حتى لما انت مثلا ايه بتروحي مثلا لدكتور اسنان حاسه برضو بالتهابات في اللثه، بيقول لك استخدمي مضمضه اللي هي ايه الميه بالملح، طبعا جميله جدا، بس هي بتبقى نسب، يعني ما ينفعش يعني ديت اللي انا هقول لكم ايه عليها النهارده. هنحتاج هي كوبايه ميه، وهنحتاج لمعلقه ايه كبيره من الملح بس كده. شايفين كده حبايبي، حاجات يعني مكونات بسيطة جدا. دلوقتي حبايبي هنبدأ بقى ايه، يعني هناخد معلقة الملح كده اهوت، بسم الله الرحمن الرحيم. هتبدأي ان انت تحطيها بقى كده اهوت في الكوباية وتقلبيها كويس لحد الملح بقى ايه، لحد الملح ما يدوب معاكي ايه خالص. وبعد كده بتبداي بقى ايه اللي انت بتاخدي منها شويه كده اهوت، وبعد كده بتتمضمضي بيهم، وبعد كده بتطفيهم. ماشي. بعد كده اهوت بتكرري، يعني بتكرري كذا مره، بتاخدي بق كده اهوت وتتمضمضي، وبعد كده بتطفيه تاني مرتين ثلاثه كده اهوت، وبعد كده بتكرري نفس الحكايه كده اهوت، يعني مر يعني 3 مرات في اليوم، كل مره بتاخدي يعني كذا بق كده اهوت وتتمضمضي وتطفي. ديت بصي يعني مجرد اللي انت هتستخدميها من اول يوم هتحس الالتهابات اللي هي موجودة في قلب الحنجرة عندك هتلاقيها راحت خالص. وديت عن تجربة، لان انا قبل كده برضو كان عندي التهابات جامدة جدا في اسناني، ولما رحت برضو كشفت الدكتور نعرها قال لي ايه، كتب لي على مضمضة من بره اللي انا اجيبها يعني من بره. وبعد كده هوت لما انا كمان استخدمت، قلت له طب، انا بقى اللي قلت له ساعتها، قلت له طب في يعني في بيقولوا لي على الميه بالملح هي كويسه ينفع استخدمها يا دكتور؟ قال لي يا دي جميله. فنهاريها بقى ايه استخدمت كمان بعد ما جبت المضمضه اللي من بره، جيت اتمضمض بيها بصراحه ما عملتش معايا نتيجه خالص بصراحه يعني. فبعد كده جربت بقى اللي هي بالميه بالملح، لقيتها بقى ايه ادتني نتيجه كويسه جدا والله، يعني من اول يوم لقيت الالتهابات اللي انا حاسه بيها راحت نهائي. فعشان كده برضه انا عامله الفيديو ده معاكم النهارده برضه، وانتوا كمان تستفادوا بيه، يعني اي بقى اي اعراض انتوا حاسين بيها، اعراض برد داخله عليكم، اي اعراض، فعلى طول تلحقوا نفسكم وتتمضمضوا بالميه بالملح ديت، هتبقى جميله جدا. بس هي بتبقى نسب، عشان كده انا حبيت ان انا اعمل فيديو معاكم النهارده واوريلكم. هي معلقه ملح، معلقه كبيره على كوبايه ميه بس كده.
أظن دي حاجة بسيطة جدا، وتقدري اللي انت تحمي نفسك وتحمي أولادك يعني بحاجة بسيطة جدا. نعم، أتمنى حبايبي اللي انتوا تكونوا استفدتم بالفيديو بتاع النهاردة. بحبكم جدا جدا في الله. كان معاكم حنان الوراقي، أم ندى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعيني لأول مرة، فضلا وليس أمرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناة عجبتكم وبتستفادوا منها، يا ريت اللي انتوا تدعمونا كده حبايبي بالاشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناة اول باول. لا، يا ريت كده تدعمونا باللايك والشير حبايبي، عشان بيرفع الفيديو وبيوصل الفيديو لاكتر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوا الفيديو. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.